فضل جارف أتى بهؤلاء إلى المسرح في ليل ماطر، ورغبة جامحة في استجلاء صورة ملتبسة عن حرب أهلية لم تتبدى تقاسيمها. هي حكاية جيل ولد من رحم حرب الإخوة الأعداء، ورث ثقافة العنف ونال من قواميس الحروب حتى صار الاصطدام والعراك لغة التخاطب الأثيرة، دائرة مغلقة من العنف والعنف المضاد وقسوة على الذات وأسئلة كثيرة مستفزة. اللبناني ما زال يعيش هاجس العنف ولكنه لا يتورع عن الإقدام عليه وعن ممارسته، والعنف اليوم هو في لبنان هو عنف لغوي وعنف مواقف وعنف الخوف الذي يخشاه اللبنانيون من أن ينزلق كل هذا الكلام إلى أن يصبح في الشارع. فوق الخشبة ملائكة وشياطين، قتلة وضحايا، جلادون ومختطفون، أرامل ويتامى وذاكرة موشومة، هو جحال لبنان. مقبرة جماعية ومجازر ما زال المسؤولون عنها طلقاء هم في سبيلهم إلى إعادة إنتاج ذات التجربة وذات المأساة. قتلة الأمس يصرخ أحدهم هم ساسة اليوم، يتسترون تحت جنح المذهبية والطائفية يهمس آخر، لكن الخلاصة وشفاء ذات المعتق بجرح ينز دما يقبض العقاب والمحاسبة. ما سامحته انا، ما عفيت عنه، لانه اللي مات مات، اللي تشرد تشرد، اللي اختفى اختفى، كل حدا اخذ حقه، ما حدا رجع له حقه. انا الوضع هلا بحاجه لهيك مسرحيه، بس مشكله يا ريت المسؤولين هن اللي بيحضروها قبل ما نحن، بس اكيد يعني لا وجاي بوقتها. المسرحية كما أريد لها أن تكون هي تمرين للذاكرة ومقاومة لصدأ النسيان، ودعوة عنيدة لمواجهة الماضي بقسوته وجحيمه من أجل ملاقاة السكينة والتصالح مع الذات المنهكة. لم يصدى الاستطار بعد عن الحرب الأهلية اللبنانية، فمآسيها وأشباحها وظلالها ما زالت تلاحق الذاكرة الجماعية لبلد أدمن أهله القلق والعنف لفظا وفعلا. أنس بن صالح، الجزيرة، بيروت.